انتي عندي عينيك بيسوا البشر. لازم نعملها قبل الرحيل عشان يبقوا الناس يعرفوا كيف تاريخ وادي الصافي وشو تعذب تتحط صار وادي الصافي، مش انه بتجي على هيدي الشغله. هل كل شيء بيمرق بحياه الفنان بينذكر للعالم؟ مش كل شيء، 90%، 10% هودي وقف شيء خاص بحياته. 10% اللي بحياة وديع الصافي يلي رح يضلهم خاصين لإله، هن عن شو بيتعلقوا؟ عن شو بيحكوا؟ بالداخل، عن البيت وعن العائلة. شو أكتر شيء بهمك إنك تفرجيه للعالم بحياة وديع الصافي؟ أكتر شيء أنا بتذكر عملي مع الباري تعالى، عملت له المزامير يلي ما حدا طرقها أبدا، المزامير ولا حدا لحنها. مسيرتي كيف من الألف لا لي، أنا هاي مسيرتي. شو بتعنونها؟ بتعنونها كفاح، تعب، الصبر والإيمان والكفاح. الصبر والإيمان والكفاح، يعني بفهم منك طالما عم بتقول صبر وإيمان بأنه ما كانت الطريق قدامك كلها مفروشة ورد. أوه، في صعوبات كتير وحسد كتير وحقد وحرب ضدي، وكل ما حربت كل ما أنا الله أعطاني قوة أكتر. أي العمل الأكتر اللي بهمك أنه يتضوى عليه؟ أغنية اللومة، أغنية خفيفة شعبية، عملت اللومة بسوريا، غنيتها بلبنان بالإذاعة ما حطتها. كان حليم الرومي هو كان المدير الفني تبع الإذاعة، قال لي هذا مش لونك، ما راح احطها انا. قلت له بتحطها او بتحطها انا بفرقني، اعطيتكم اياه وانتوا استفضوا، راح احطها بالجرور. رحت انا على الشام على سوريا، غنيت بسوريا، قامت الدنيا ما قعدت سوريا. لومه لومه لومه، بعدين رجعنا على لبنان. وني هاللومه يا عمي؟ قلت له عندك بالجرور. راحوا جيبوها. فمن بعد اللومه مشيت سيرتي الفنيه، مشيت بشهره سريعه جدا. حبك نحنا فقنا نحلف باللي خلقنا، حبك نحنا فقنا نحلف باللي خلقنا. انسان بنظرنا بيستاهل انه نعمل فيلم سينما عن حياته، انسان بعظمته وبالتاريخ اللي قطع فيه لازم ينذكر اشياء صارت معه خلال حياته، العائلية، الاجتماعية، السياسية، غير الاشياء اللي هي معروف فيها وديع الصافي بالمجال الفن. نحن هيدا العمل صارنا فترة عم نشتغل عليه، تقريبا 3 سنين عم نجمع كل شيء قدرنا جمعناه من أرشيف تحت لي نذكر الاشياء اللي كتير مهمة مرق فيها وديع الصافي والناس ما بتعرفها. لما بشوفك قلبي بيبرق.